السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، وانتوا اغلى الحبايب واحلى اخوات، مش احلى فانز، لا انتوا اخوات. وسلام يا كل بيشوف الفيديو. النهاردة ان شاء الله احنا في الوكالة، وهنتكلم عن الوكالة والاجواء الوكالة، وايه اهم يوم مستحب ان الواحد ينزل فيه الوكالة، وعن بقية الايام، لان طبعا الوكالة شغالة كل يوم حتى يوم الحد. فاحنا هنتكلم شوية عن الناس اللي في المحافظات، وانسب يوم ليهم هو انسب لهم يوم، طبعا مش يوم الحد، عشان يوم الحد لو جم مش هيعجبهم طبعا سوق الحد، الوكالة قصدي يوم الحد، علشان بيبقى المحلات اكتريتها قافلة والستاندات مش قوي، فمش هيعجبهم اللي جايين من الاقاليم او المحافظات، مش هيعجبهم اليوم بتاع يوم الحد. فبفضل بلاش ان في الاقاليم والمحافظات ينزلوا الوكاله يوم الحد، اللي هو سوق الحد المتعارف على الوكاله وكده، وان هو منتشر على اليوتيوب اليوم ده وكده، فمش مستحب يعني ان هم ينزلوا. لكن مستحب امتى؟ مستحب مثلا يوم الجمعه. فانتوا زي ما شايفين كده، انا كنت يوم الخميس، ده تصوير يوم الخميس، زي ما انتوا شايفين كده الاستندات كتير جدا، وده في اول الوكاله، وناحيه زكي السماك برضو السندات كتير. فاحسن يوم ان هم ينزلوا يوم الجمعه، عشان يوم الجمعه بيبقوا منزلين شغل جديد، عشان الناس بتيجي تاخد منهم، يعني بتاخد منهم حاكميات وحاجات، فبيبقوا منزلين شغل كتير جدا. فيفضل ان هم ينزلوا يوم الجمعه، يعني لو جم يوم، حتى لو نزلوا، يعني لو حد نازل يوم الخميس اخر النهار هيلاقيهم شغالين، عشان هم هيقعدوا يوم الجمعه. زي ما انتوا شايفين كده الاستندات كتير جدا، وفي ب40، وفي حاجات ب20، وفي ب75، وفي حاجات ب10، يعني في كل الاسعار. زي ما انتوا شايفين كده الجوله معايا كده، والحاجات اللي عدت ب15 25، وفي على الناحيتين اهو الاستندات. فهي برده الوكاله بتبقى هاديه برده يوم الاثنين، يوم الاثنين برده بتبقى هاديه، على اساس مثلا نازل مثلا ياخد ستاير او ياخد غير شغل مثلا البلات او شغل الهدوم، هيلاقي مثلا ستاير، هيلاقي مفروشات، لان يوم الحد معظم المحلات بتبقى قافله، محلات الستاير بتبقى قافله، بيبقوا فرشين اللي هم بتوع اللي بيجي يوم الحد يفرش يوم الحد، بيفرشوا في الاماكن اللي هي مكان المحلات اللي تبقى قافله يوم الحد، بيفرشوا قدامها. فياريت عشان محدش يتعب، بس عشان حرام ده سفر ومصاريف وكده ومشوار كمان، يعني كفايه المشوار كفايه السفر، فحرام ان احنا يعني الناس تنزل وما تلاقيش اللي هي عاوزاه وكده، يعني بدل مش هتنزل اللي هي، بدل ما هتيجي اللي هي مش لاقيه اللي هي عاوزاه، يبقى تجيب من جنبها احسن، وهتوفر اجره السفر، صح؟ يعني احنا بنتكلم ان مش عاوزين حد يتعب، مش عاوزين حد مثلا يتعب على الفاضي، لا، لو هتيجي المشوار يبقى تيجي تلاقي الحاجه اللي انت عاوزاها، مثلا من الحاجه اللي هي مش موجوده يبقى حرام الناس تنزل، لان الواحد يعني عارف السفر وعارف المشاوير. يوم الحد بينفع لمين بقى؟ يوم الحد بينفع للناس اللي هي موجوده في القاهره، اللي هي يعني جنب الوكاله وضواحيها، فمش هتتعب، مش هتتعب. فلو عجبكم يا رب الفيديو، ما تنسونيش باللايك والاشتراك.